بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من برية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله، وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. نسألك يا ربنا في يومنا هذا فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس، وكما نسألك ربنا الدرجات العليا من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ونبدأ مع سورة جديدة من سور القرآن الكريم، ألا وهي سورة التكوير. هذه السورة الكريمة مناسبة التسمية لأن الله تبارك وتعالى ذكر تكرير الشمس في مطلع علامات القيامة في هذه السورة الكريمة. والمحور الرئيسي للسورة الأمان في سلوك طريق الرحمن. مواضيع السورة الكريمة جاء فيها حقيقة يوم القيامة وأهواله في الدنيا وبعد البعث، وفيها كذلك حقيقة الوحي القسم بدلائل كونية، وكذلك إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإثبات أن القرآن وحي من عند الله جل وعلا، وفيها مشيئة العباد لا تخرج عن مشيئة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومن الفوائد واللطائف حول هذه السورة المباركة علو شأن جبريل عليه السلام عند الله تعالى كما ذكر في هذه السورة، كما أقسم الله عز وجل ب13 قسما على أن كل نفس ستنبأ بما عملت في الدنيا، وذلك ليهتم العبد في حياته بما ينفع في هذا اليوم ويحسن العمل ولا يكثر من اللهو والعبث. كذلك قال صلى الله عليه وسلم عن هذه السورة: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها الوقيعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. لذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على صحبة صالحة تنفع يوم القيامة، إما أن تذكر بالله عز وجل أو تشفع له عند الله عز وجل. وإياك وصحبة السوء فهي خسارة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وإذا النفوس زوجت. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يعرف الفاجر مع الفاجر ويكرم الصالح مع الصالح. يعني كل واحد هيبقى إيه مع من هو على شاكلته. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في جماعة هيبقوا مع بعض. يعني أنا تذكرت لما شعبان عبد الرحيم توفاه الله عز وجل بالأمس في سن 62 سنة، وكان يعني وفاة أو مفاجأة، يعني ارتفع توقفت عضلة القلب والكلام ده، وكان بيغني في مكان كده. يعني نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له بجهلي. فتذكرت لما يعني يظهر المطربين ويظهر الناس اللي معاه في العزاء وكده والكلام ده، فتذكرت هذه الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. كل محبين في الدنيا وكل صحبة في الدنيا، إما على الخير وإما على الشر، هيبقوا زي ما هم كانوا مع بعض في الدنيا برضو هيبقوا مع بعض في الآخرة، إما في العذاب وإما في النعيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين. فكله هيبقى البعض عدو يوم القيامة ما عدا مين؟ ما عدا المتقين، إلا المتقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. اللهم أمين يا رب العالمين. سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. طيب، إذا الشمس كورت يعني إذا حصلت هذه الأمور الهائلة، تميز الخلق وعلم كل أحد ما قدمه لآخرته، لما يحصل هذا الهول العظيم من تكوير الشمس وما أحضره فيها من خير وشر، وذلك إذا كان يوم القيامة تكور الشمس. يعني إيه تكور الشمس؟ يعني تجمع وتلف ويخسف القمر ويلقيان في النار والعياذ بالله. وإذا النجوم انكدرت يعني تغيرت وتساقطت من أفلاكها. وإذا الجبال سيرت يعني صارت كثيبا مهيلة، ثم صارت كالعهن المنفوش، ثم تغيرت وصارت هباء منبثاء وسيرت عن أماكنها، الجبال العظام دي.
وإذا العشار عطلت، يعني عطل الناس حينئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراعونها في جميع الأوقات، فجاءهم ما يذهلهم عنها، فنبه بالعشار وهي النوك التي تتبعها أولادها، للنوك الحامل، وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم، لأن نزل القرآن يعني اللي يخاطب هؤلاء يعني إيه بأسلوبهم وبما يعني إيه وبما كانوا يعظمون في أنفسهم، فهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم على ما هو في معناها من كل نفيس. برضو هننظر الآن لو حد معاه عنده سيارة آخر موديل، شوف بقى جايبها بكام والكلام في الوقت ده قياسا عليه، وإذا العشار عطل، كل واحد هيسيب ما يملك من عقارات ومن فلل ومن قصور ومن سيارات فارهة وغير ذلك. وإذا الوحوش حشرت، يعني جمعت ليوم القيامة ليكتس الله عز وجل من بعضها لبعض، ويرى العباد كمال عدله حتى إنه سبحانه وتعالى ليقتص من القرناء للجماء ثم يقول لها كوني ترابا. ذاك من كمال عدل أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، حتى الحيوانات يقتص الله عز وجل، الله عز وجل يقتص من بعضها لبعض. وإذا البحار سجرت، يعني أوقدت فصارت على عظامها نارا تتوقد. البحار لك تتخيل كده أنه يتحول إلى إيه؟ إلى البحار هتتحول إلى نار. البحار العظيمة اللي بنشوف المحيطات والأنهار، بحر الأحمر والبحر الأبيض والبحار بقى على أنواع دي كلها، تخيل كده منظرها الآن بدل المية هتصير إيه؟ هتبقى نار والعياذ بالله، حاجة رعب كده وخوف. دي بس مية وإحنا بنخاف من شكلها، تخيل بقى لما تبقى نار كمان، سبحان الله. وإذا النفوس زوجت، يعني قرن كل صاحب عمل مع نظيره، فجمع الأبرار مع الأبرار، ربنا يجعلنا منهم. جماعة اللي كانوا بيجتمعوا على تلاوة القرآن، بيجتمعوا على حفظ القرآن، بيجتمعوا على جلسة الشروق، بيجتمعوا على مجالس العلم، يجتمعوا على صلة الأرحام وهكذا. فجمع الأبرار مع الأبرار، والفجار مع الفجار، وزوج المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين، وهذا كقوله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني جماعات. وكذلك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعة يساق زمرا، جماعات للجنة وجماعة برضه يبقوا جماعات للإيه؟ للنار والعياذ بالله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، كل واحد ومن هو على شاكلته. وإذا الموءودة سئلت، وهو الذي كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر، كانوا بيعملوا إيه؟ كانت إذا بلغت البنت يعني تبلغ كده مثلا يتبلغ مثلا 7 سنين كده ولا حاجة، يجي أبوها يعمل إيه؟ رجا واخدها لبسها كده يعني فستان ولا حاجة، وبعدين ياخدها في الصحراء وبعدين يحفر الحفرة ويقول له انظري يا بنات، تنظر كده المسكينة دي في الحفرة، وبعدين يجي هو من الخلف يروح جاي دفعها كده إيه من القفا ويرمي بها في التراب ويردم عليها. فهذه ستسأل، فإذا كانت الموؤودة ستسأل، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، إذا كان الله عز وجل هيسأل المسؤولة قتلت بأي ذنب، فكيف بحال يعني من قتلها؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لسه امبارح بين ولا أول امبارح لقوا تقريبا طفلة أو طفل صغير مرمي جنب كلية الزراعة، سبحان الله جل وعلا، يعني ربما جاء عن طريق الزنا والعياذ بالله ورموه كده. هذه ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى لما يعني فعل بها هذا، بأي ذنب قتلت. من المعلوم أنها ليس لها ذنب، ففي هذا توبيخ وتقريع لقاتليها. وإذا الصحف نشر، الصحف يعني المشتملة على ما عمله العاملون من خير وشر، نشرت يعني فرقت على أهلها، وفأخذ كتابه بيمينه، أو فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. وإذا السماء كشطت، يعني أزيلت، كما قال تعالى يوم تشقق السماء بالغمام، وقال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإذا الجحيم سعرت، يعني أكد عليها فاستعرت والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك.
وإذا الجنة أزلفت يعني قربت للمتقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، يعني ده لسه مش هيروحوا الجنة، ده ربنا جاب لهم الجنة وقربها لحد عندهم. شوف كرم ربنا سبحانه وتعالى صاحب العطاء والكرم سبحانه وتعالى. في هذه اللحظة علمت نفس ما أحضرت، كل نفس لإتيانها في سياق الشرط، ما أحضرت يعني ما حضر لديها من الأعمال التي قدمت، كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذه الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها الكروب وترتعد الفرائص وتعم المخاوف وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم. ولهذا قال بعض السلف من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة إذا الشمس كورت. فلا أقسم بالخنس، هي الكواكب التي تخنس أي تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق، وهي النجوم السبعة السيارة الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطار. فهذه السبعة لها سيران، سير إلى جهة المغرب مع باقي الكواكب والأفلاك، وسير معاكس لها من جهة المشرق تختص بهذه السبعة دون غيرها. الجوار الكنس يعني أقسم الله عز وجل بها في حال خنوسها، يعني تأخرها وفي حال جريانها وفي حال كنوسها يعني استثارها بالنهار، ويحتمل أن المراد بها جميع النجوم الكواكب السيارة وغيره. والليل إذا عسعس يعني أدبر وقيل أقبل، والصبح إذا تنفس يعني بانت علائم الصبح وانشق النور شيئا فشيئا حتى يستكمل وتطلع الشمس. وهذه آيات عظام أقسم الله عز وجل بها على علو سند القرآن وجلالته. إنه لقول رسول كريم، يعني حفظ الله عز وجل القرآن من كل شيطان رجيم، فقال إنه لقول رسول كريم وجبريل عليه السلام نزل به من الله تعالى، كما قال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وصفه الله عز وجل بالكريم لكرم أخلاقه وكثرة خصاله الحميدة، فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه جل وعلا. ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل عليه السلام ذي قوة على ما أمره الله عز وجل به، ومن قوته أنه قالب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم عند ذي العرش، يعني أي جبريل مقرب عند الله عز وجل له منزلة رفيعة وخصيصة من الله عز وجل اختصه بها. مكين أي له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم. مطاع ثم آمين، يعني جبريل مطاع في الملأ الأعلى، لديه من الملائكة المقربين جنود نافذ فيهم أمره، مطاع رأيه. أمين يعني ذو أمانة وقيام بما أمره الله عز وجل به، لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما حد له. وهذا كله يدل على شرف القرآن من عند الله تعالى، فإنه بعث بهذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة. والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل. وما صاحبكم بمجنون، مناسبة الآياتنا طبعا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لما ذكر الله عز وجل فضل الرسول المكي الذي جاء بالقرآن يعني سيدنا جبريل، ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن ودعا إليه الناس فقال وما صاحبكم هو محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون، كما يقول أعداء المكذبون برسالته المتقولون عليه من الأقوال التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به ما شاءوا وقدروا عليه، بل هو أكمل الناس عقلا وأجزلهم رأيا وأصدقهم لهجا. ولقد رآه بالأفق المبين، يعني إيه؟ يعني سيدنا محمد عليه السلام رأى سيدنا جبريل بالأفق المبين الذي هو أعلى ما يروح للبصر. وما هو على الغيب بضنين، يعني ما هو على ما أوحاه الله عز وجل إليه بمتهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضه، بل هو صلى الله عليه وسلم أمين أهل السماء وأهل الأرض الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شيطان الرجيم، لما ذكر الله عز وجل جلالة كتابه وفضله
ذكر الرسولين بذكر الرسولين الكريمين سيدنا جبريل وسيدنا محمد اللذين وصل إلى الناس على أيديهما وأثنى الله عز وجل عليهما بما أثنى دفع عنه كل آفة ونقص مما يعني يقدح في صدقه فقال وما هو بقول شيطان الرجيم يعني في غاية البعد عن الله وعن قربه فأين تذهبون يعني كيف يخطر هذا ببالكم وأين عزبت عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي هو أنزل ما يكون وأرذل وأسفل الباطل هل هذا إلا من انقلاب الحقائق إن هو إلا ذكر للعالمين يعني يتذكرون به ربهم وما له من صفات الكمال وما ينزع عنه من النقائص والرذائل سبحانه وتعالى ويتذكرون به الأوامر والنواهي ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين وينالون بالعمل به السعادتين لمن شاء منكم أن يستقيم بعدما تبين الرشد من الغي والهدي من الضلال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يعني فمشيئته نافذة سبحانه وتعالى لا يمكن أن تعارض أو تمانع وفي هذه الآية وأمثالها رد على فرقتي القدرية النفاة والقدرية القدرية كما تقدم مثلها والله أعلى وأعلم سبحانه جل وعلا ثلاث فوائد من الآية الكريمة رقم واحد حشر المرء مع من يماثله في الخير أو الشر فكل واحد يشوف نفسه الآن هل هو في صحبة خير أم في صحبة شر كذلك إذا كانت الموؤودة تسأل فما بالك بالوائد وهذا دليل على عظم الموقف كذلك استفاد مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن يجعل الله تبارك وتعالى كبورهم روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النار وأن يغفر لنا ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.